دا. أها، فروكي، يا له من يوم رائع للتمشية في الغابة. الرائحة شهية. هل أنت جائع فروكي؟ ربما ساكنو هذا المنزل سيدعوننا نأكل لنسحرهم بلطفنا. زيارة مفاجئة من الأميرة. هذه أنا غريزيلدا لوكس. مرحباً، أهناك أحد؟ حسناً، من يعيش هنا سيخيب رجاؤه بشدة لأنه فوت زيارة مفاجئة من أميرة. محق فروكي، علينا انتظار عودتها. هذا ما يمكننا فعله. أي، هذا المقعد صلب. ماذا عن هذا المقعد؟ إنه ناعم جداً. ماذا عن هذا المقعد؟ إنه جيد جداً، لكنه عادي للغاية ويحتاج المزيد من اللمعان. ماذا يا فروكي؟ أقلت عصيدة توت النامل؟ لطفاً، منهم تركوا بعضها تحسباً لمرورنا. ساخنة! باردة! ليست سيئة، لكن تحتاج للمزيد من الحلاوة. عزيزي فروكي، بدأت أرى نمطاً هنا، نمطاً عادياً مملاً. فروكي؟ بالضبط، فروكي، فلنزين المكان. سنجدد المنزل على طريقة غريزيلدا لوكس الراقية. أجل، أحضر طابعي المبهرج الصاخب المميز. غير الطلاء، كلما زاد كان أفضل. المزيد من اللمعان. أحسنتم عملاً، الآن أصبح المكان مناسباً. فروكي، أليس هذا مثالياً؟ هذه فكرة رائعة، نستحق قيلولة بعد كل هذا المجهود. انصرفوا أنتم. هذا أنسب مكان للقيلولة. أحسننا عملاً. سيسعدونا جداً. يبتي يبتي بابلي بول، كلانا حي وأنت كذلك الآن. مهلاً، يمكنني التحرك. واو، أنا حي وجائع. هل من وجبات؟ واو، حولت دميتي إلى رفيق لعب من أجلي؟ بثراء حقيقي وشارب حقيقي وبطن حقيقي وما زالت جائعاً؟ انظرا لهذا الذيل، أنا قط وسيم حقاً. مؤكد، أنجزت عملي. حسناً، الآن علي أداء أعمال جنيات أخرى. وداعاً! لا تنسى، كن مطيعاً يا صغير. وداعاً، شكراً على الذيل الرائع. صديق حقيقي، ماذا نفعل أولاً؟ وجدتها، لا تتحرك. حسناً، لن أتحرك. لكنني ما زلت جائعاً. ما الذي يبدو شهياً؟ مذاق رائع. مقرمشات سمك منفوخة. أحب مقرمشات السمك المنفوخة. طلب زبيتو ألا تحرك. ماذا إن غضب وإن اكتشفت أميرة الجنيات؟ قد تعيد تحويلي إلى دمية. انظر، أحضرت لك هذا. ماذا حدث هنا؟ هل تسببت بالفوضى؟ فوضى؟ أتعني هذه الفوضى البسيطة؟ لا، ليس أنا مطلقاً. ذيلك أصبح أطول. ماذا؟ لم يحدث هذا. انظر، فعلها مجدداً. حتى إن فعل فليس ذنبي. يبدو أن ذيلك ينمو كلما قلت شيئاً ليس حقيقياً. لكنني لا أكذب أبداً. أنا أكثر القطط صدقاً. حتى إن كذبت مرة سأتوقف بعدها، لأنني بصراحة أرى أن الكذب تصرف سيء، ولن أنكر أبداً إن كذبت. سأعود حالاً، علي فقط دخول الحمام. شكراً. ميو.
والآن هل انتهينا؟ سأتأكد. يوجد دائما المزيد. يا للروعة، أسمع أصواتا سعيدة. جميل، إنها متعة كبيرة أن يكون المرء مخلوقا بلا هموم ويقفز على البحيرة. أوه لا لا لا، تتوقفا. رجاء عودا للاستمتاع. سأذهب الآن. إذن سأعود لمساعدة المواطنين بالعصا السحرية، لكن ربما لدي بعض الوقت لكي أستمتع. بوسعي التحول لمخلوق لطيف وسعيد. عندما عاد الياتي تفاجأوا أن أحداً دخل منزلهم. كان مقعد الأب مغطاً بالنثار اللامع. الأب لا يحبه. وعصيدة الأم كان عليها نثار قوس قزح. هذا ليس جيداً، هذا سيء. الياتي الصغير سمع أحداً نائماً في غرفة نومه. معقول؟ غريزيلدا لوكس، أثق بأنكم سمعتم عني. حسناً، على كل حال حسنت منزلكم قليلاً و... العفو. توقعت أنكم ستجدون كل شيء مناسباً. راقصاً في منزل اللاعب، سأكون لاعب الاسطوانات لكم. سأخبط وأضرب وأفجر المكان رقصاً. أي سأعزف الموسيقى ببراعة. بينجو بينجو ضرب وخبط حتى أنا آسف. لم أقصد أن أفجر المكان فعلياً. أنا يجدر بي الرحيل. لن أحب تمثالي، لذا أريد أن أفعل شيئاً لطيفاً من أجلك وأحقق لك أمنية. ما الذي ترغب به؟ حالياً أرغب في المزيد من المقرمشات. حقاً؟ متأكد من أنك لا تريد قصراً أكبر أو القدرة على تحويل كل ما تلمسه إلى ذهب؟ لا، ماذا عن القدرة لتحويل كل شيء إلى مقرمشات سمك منفوخة؟ تريد لمسة مقرمشات السمك المنفوخة؟ أجل، أرجوك اجعلي كفي سحريتين. كما تشاء. نجح الأمر، ألا يجب أن تلمعها الآن؟ تمنيت لمسة مقرمشات السمك المنفوخة وحصلت عليها، جرب. واو، الأمر يفلح. شكراً، أنت أعظم جنية على الإطلاق. أعرف، استمتع أيها الملك بيبي. شكراً على التمثال. إلى اللقاء غريزيلدا. وقت صنع المزيد من المقرمشات المنفوخة. لا 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 انتظر بارتولوكيو، لا تهرب، عد إلى هنا. نعتذر، نواجه تأخيراً في الخدمة الآن، نرجو منكم أن تتحلوا بالصبر. أنت، لما التأخير؟ أنا قلت نرجو أن تتحلوا بالصبر. حسناً إذن. بارتولوكيو،
بارتولوكيو وجدتك، مسرور لأنك بخير. نعم، بأفضل حال. لا ينصتون أبداً. من أنا؟ لا تقصدين قطاً آخر. هذا ظلت تكذب منذ أن أصبحت حياً؟ لا 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 لا، ليس طوال الوقت، كلما تحدثت فحسب. ذيلي أصبح أقصر. عليك فقط قول الحقيقة. خشيت أن تعيداني دمية لأنني أسأت التصرف. لا بأس ببعض الفوضى لأنك صديقي. حقاً؟ سأعترف بكل شيء. جربت الطعام وشربت العصير وأوقعت كل شيء أثناء الرقص، وحين أنكرت الكذب كنت أكذب. رقصة جيدة. آسف، لم أقصد إفساد حمل الشاي. أعتذر عن المتاعب. حسناً، إذن سنكمل رحلتنا. أحب الحياة. هذا بسببي أيضاً. الأمير يبحث عن راقصة ملكية جديدة ودعاني أنا. دعانا للاختبار. رقص؟ لا أستطيع رقص مثلك يا جلتزيلدا. لا أحد يستطيع. لا تقلقي، حين يرون حركاتي المدهشة لن يلاحظك أحد. صحيح، وطالما سيشاهدك الجميع إذن سأنال فرصة للتدريب على الرقص. نعم. في الواقع ربما عليك البقاء في المنزل للاحتياط فحسب. إلى اللقاء. أتمنى أن أرقص دون السقوط. هل قلتي أتمنى؟ أنا قطك العراب. أوه، هل لدي قط عراب؟ بالطبع، ويصر أن تذهبي للاختبار الملكي وتبهري الجميع بحركاتك المدهشة. لكنني كلما حاولت الرقص أسقط. هذا لن يدوم. حذاء قوس قزح السحري للرقص. انتهينا، اذهبي الآن، لا تريدين تأخر. لكن استمتعي بوقتك ريمبويلا. ارقصي كما تفعلين دائما. الحذاء السحري سيتولى الباقي. أتمنى. مصابيحي تؤلمني، أنفي مسدود تماما. نقنق. أتشو. سمعت أنك مريض. لا، هل أنت في الفراش؟ لا 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 لا، يجب تدثيرك في مكان ناعم ومريح مثل الدرج. الدرج؟ أجل، علاج الدرج، إنه علاج معروف لنزلة البرد. لم أسمع عنه من قبل، لكنني سأجرب أي شيء للتخلص من أتشيو نزلة البرد. ستنام الآن في مكان ناعم ومريح، لا تخرج قبل أن أخبرك. من يرن جرس الباب؟ يا مسكين، تتوهم سماع أشياء، فلنغلق عليك بسرعة. والآن الجزء الممتع، عملية تغيير شاملة. رائع، الآن بت تشبه الملكة تماماً، أنا بارعة جداً في هذا. آتية، تذكر، نريد من ميلا أن تعتقد بأنك الملك لتعطيك أو تعطيني علاج نزلة البرد الشهير، لذلك تصرف بطريقة ملكية. أنت ملك ولست كلباً. مرحباً، لقد جئت أخيراً. كيف وصلت إلى هنا بسرعة؟ أنا قلقة بشدة على الملك، فسلكت طريقاً مختصرة أكثر. أجل، هذا منطقي، لنلقي نظرة على مريضنا. كيف حالك جلالتك؟ هذا ليس صوت الملك الذي أعرفه. حقاً؟ أجل، لأنه يبدو كصوت ملك مريض بشدة، ولا تبدو بخير أيضاً. عيناك كعيني جرو كبيرتين. هكذا سيرى أفضل. ولديك لسان خارج من فمك. هكذا سيلعقك به أفضل. ولديك طوق لامع حقاً. طوق لامع؟ هكذا أفضل من أجل ليس
لدي شيء. بيننا فقط، الملك لا يبدو بخير. أجل، لأنه مريض. أعطيني علاج نزلة البرد السرية هذا. جلالتك اجلس. مهلا، هذا ليس الملك وإنما الذئب الماكر الشرير الصغير. لا، إنه الملك حقا. استمعي إلى نباحه الملكي وانظري إلى الذيل الملكي و... ما الجدوى؟ سيسر الملك بشدة، لم تبقى أي مطالب. حسناً، بقي واحد فقط. جلالتك، بقي طلب واحد فقط، أؤكد لك. جلالتك؟ أين ذهبت؟ عصى الملك؟ لكن أين الملك؟ لم يتركها من قبل. جلالتك، أين أنت؟ وجدت عصاك إن كنت تبحث عنها. مرحباً أيها الحجري، هل رأيت الملك؟ آسف يا صغيري، لا أجيد لغتك. أظنني فهمتك، لديك طلب من الملك، سيساعدك بالتأكيد، لكن علينا إيجاده أولاً. آسف يا صغيري، لا يمكن لأحد استخدام العصا سوى الملك بنفسه. لكن لا تقلق، لابد أن نمضي الجوار. أيها الملك، أين أنت؟ بقي طلب فقط. بعد طلبك بالطبع. أيها الملك، أين أنت؟ الملك صحيح؟ سأضعها بمكان آمن. لا، هذا بوقي. عد إلى هنا. أمسكته. ماذا تفعل؟ أهذا أنت أيها الملك؟ هذا أنا منذ البداية. أيها الملك، أعتذر بشدة، لم أعرف. أنا أعتذر لك اعتذاراً كبيراً يا مساعد المخلص. في المرة القادمة سأخبرك بأنني خرجت. وبما تحولت إلي. سيكون هذا وعداً مني. أنهي واجباتك دوماً ثم استمتع بحياتك. بقي طلب واحد، أعدك. يا للإحراج، آمل ألا أكون قد أخرته. رجاءً، أدخله الآن. في الحقيقة، صاحب الطلب الأخير هو أنا. أردت مشاركتك على بحيرة موقع القفص. بالطبع، أردت ذلك من بداية اليوم. لذا حاول الثلاثة اليتي الصغار ثانية وبنوا منزل لعب أقوى من العصي الكبيرة. مرحباً أيها اليتي، أحضرت لكم بسكويت توت النمل لأنني دمرت منزل لاعبكم. بنيت منزلاً جديداً، إذن سوف أرحل. حفل راقص! لا، لا يمكنني العزف. إن فعلت فسأخبط وأضرب وأفجر المكان رقصاً بالخطأ. رجاء! حسناً حسناً، سأعزف من أجلكم يا رفاق. سأخبط وأضرب وسأفجر المكان رقصاً، لكن ليس فعلياً. أجل! بينجو بانجو خبط وضرب ثم... فجرت المكان ثانية. أنا سيء فعلاً. ندم بينجو بانجو على تدمير منزل اليت الثاني، لكنهم كانوا مستعدين للتجربة من جديد. ثانية! ثانية! ها
أخيراً بنى اليد الثلاثة صغار منزل لعب ثالثاً، وهذه المرة بنوه من فطر عملاق. أجل! وعند الانتهاء منه نادوا على صديقهم بينجو بانجو. هاي! بينجو! بانجو! مجرد أجمة عادية، لا شيء يستحق الرؤية. لا، لا يمكنني لعب الاسطوانات. أوه، أنتم تحبون البناء حقاً. حفل الراقص، حفل الراقص، حفل الراقص. لكنني سأخبط وأضرب وأفجر المكان رقصاً. رجاءً. حسناً، حسناً، من أجلكم سأعزف وأفجر المكان رقصاً. أجل. بينجو بانجو خبط وضرب، وهذه المرة لم يتدمر المنزل. تركتم لي حبة واحدة؟ حسناً، أظنها مشاركة تقريباً. أوه، جميلة جداً، آمل أن مذاقها رائع. أوه، كادت المقرمشة تكسر أسناني. لكن لم يعرف القط أنها ليست حبة مقرمشات عادية، كانت حبة سحرية. أوه. رائحتها كالسمك، وتبدو منفوخة وارتفعت عالياً في السماء. إنه جذع مقرمشات سمك منفوخة عملاقة. لابد من وجود آلاف المقرمشات بالأعلى. إنه مرتفع جداً. لا أدري إن كان بوسعي الوصول للقمة. لا، لن أسمح لكم. واصل بارت التسلق بأقصى سرعته ليصل أولاً لقمة الجذع. إذن لا يمكنكم الوصول للقمة. جيد، نلتم حصتكم. حان دوري لأخذ مقرمشات السمك المنفوخة العملاقة. حسناً، ما هذا؟ قلعة عملاقة؟ لم ألحظها من قبل. علي الإسراع. مرحباً سيد عملاق، آسف لأن حبتي أنبتت جذعاً اخترق غيمتك. سأخذ هذه المقرمشة الصغيرة جداً وأرحل. أرجوك لا تأكلني. نعم 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 نعم، كان علي توقع ذلك. الكل يحب مقرمشاتي، وداعاً أيتها المقرمشة الضخمة، سأفتقدك. هيا يا فراخ، حان وقت الذهاب. وبدأ بارت الهبوط من دون المقرمشة العملاقة. قصة بشعة، أريد غيرها. لم تنتهي بعد، انتظر، هذا أفضل جزء. باي باي باي. نعم 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 نعم. سيد عملاق، لست شهياً، أعني ربما، لكن غالباً لا، قد أؤذي أسنانك. مشاركة؟ هل قطفت مقرمشات عملاقة أخرى وتريد مشاركتها معي؟ وبالنهاية تشارك المقرمشات العملاقة أضخم وأرق وألذ مقرمشات سمك منفوخة تذوقها بارت بحياته.
بي باي بو باي. نم 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 نم. كل شيء مثالي تقريباً. والآن تنقصنا فقط وجبة خفيفة لذيذة رائعة ومدهشة. لا 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 لا. لماذا أنتم عابسون؟ ما الذي يغضبكم؟ قدمت قبعتي. أكلت آخر فصل من كتابي. الملك بيبي، أعرف أنك تحب تحويل الأشياء إلى مقرمشات سمك منفوخة، لكن الناس يريدون استعادة أغراضهم. لكنني أملك لمسة السمك المنفوخة. هذا أروع يوم على الإطلاق. لا إياك. لا، لمستي حولت أعز صديقاتي إلى مقرمشة منفوخة. علي إبطال هذا كيف؟ بكفي الخلفيتين، بمحو الأمنية. لابد أن هناك طريقة لعكس المفعول. وجدتها، الجنية غريزيلدا النجداء. انظر لهذا، لديك تمثال آخر لطيف. ليس تمثالاً، حولت ترول حقيقية لمقرمشة. أرجوك عيدي صديقتي فتاة ثانية. قد أكون غريزيلدا الجنية العظيمة، لكن لا أستطيع. ولم لا؟ أنت فقط تملك القدرة على إعادة ترول لطبيعتها، لكن هذا يعني أن تتخلى عن لمستك إلى الأبد. لكنني أحب امتلاك لمسة السمك المنفوخة، وأحب وجود صديقتي أكثر. حسناً، افعلي، خلصيني من اللمسة السحرية من كفي. الأمر لا يحدث هكذا، عليك غسلهما. بالتأكيد يبدو هذا سهلاً. لا، ليس هكذا، بل بالاستحمام في الماء. لا، سأفعل أي شيء إلا هذا. كما يحلو لك، استمتع بصديقتك المقرمشة. لا بأس ترو، سوف ننجح. عناق، من أخدع؟ أفضل أن تكون معي صديقتي القابلة للعناق بدلاً من مخزون لا ينتهي من مقرمشات السمك المنفوخ اللذيذة التي يسيل لها اللعاب. حركة المدفع. قبعتي عادت كما كانت، وكذلك كتابي، وعاد منزلي إلى طبيعته. من أكل مقبض بابي؟ أوتو، إلى طبيعتي. مرحبا. نجحت، أعدتك كما كنت. هل رأيت كم كنت شجاعا بالقفز في الماء؟ هل رأيت؟ بالتأكيد يا بي. عناق؟ لكن ماذا لو؟ سبيل واحد لمعرفة هذا. أنا آسفة ميلا، أردت فقط أن أعالج الملكة بنفسي، فحاولت خداعك لتعطيني دواء نزلة البرد. هذا فقط؟ لما لم تطلب مني؟ سنعطيه إياه معا. حقا؟ إذن أين الملك الحقيقي؟ أوبس، كدت أنسى، إنه هناك. علاج الدرج؟ ذكي. استيقظ جلالتك. صباح الخير. إذن هل انتهى علاج الدرج؟ لكن ما زال لدي نزلة برد. ليس لوقت طويل، لأن ميلا وأنا وفروكي لدينا علاج نزلة البرد سيبهرك. سنقدم لك بيضة. بالطبع، ماذا كنت تتوقعين؟ لا أعرف، حساء، فيتامينات، إكسير سحري. كيف يمكن لبيضة أن تعالج أنفاً مسدوداً؟ شاهدي فقط. يك، كانت تلك فكرة ميلا، لم يكن لي علاقة بهذا الأمر. يا 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 لعجب الممرات الأنفية، يمكنني التنفس. ينجح الأمر دوما. ليس سيئا. من التالي؟ أوبس، آسفة. رائع. حسنا يا حذاء، فلنرى مهارتك. ها؟ لم أسقط. إنه الحذاء السحري، لا يدعني أسقط. لن أسقط أبدا. ويييي.
الرقص. فليفز الأفضل. لنبدأ. دورك. يا حذاء السحري، لا تدعني أسقط. يها، أنا أرقص حقا. من هذا؟ رقصها مميز فعلا. مالكة حذاء قوس قزح. في اليوم التالي طلب الأمير أن يجرب الحذاء كل فتيات المملكة حتى تبقى منزل واحد فقط. أوه، الأمير؟ أبحث عن أعظم راقصة بالمملكة، مالكة هذا الحذاء. هذه أنا، إنه حذائي بالطبع. متأكدة؟ يبدو كبيراً جداً. أحب الرقص بالأحذية الكبيرة، تجعلني مرنة. أترى؟ مرحباً، تريدين تجربة الحذاء؟ حسناً، خذي. لا أريده يا جلد زلدة، سأرقص كما أفعل دائماً. لن أخسر شيئاً. هذه أنت، أعرف هذه الحركات أينما كانت. أنت أكثر راقصة مميزة ومسلية رأيتها بحياتي. رجاءً اقبلي بأن تكوني راقصتي الملكية من الآن فصاعداً. أوه حسناً، لكن بشرط أن تنضم أختي جلد زلدة إلي لتتعلم منك الرقص طبعاً.